نانسي عجرم. عم فاجئك انا. نانسي انت بتقولي ما تجي هنا ما تجي هنا وهن بعدهم بيجوا بعدهم بيجوا ملوا الأشرفية والرمال والصيفة. أهلا وسهلا فيك معنا الليلة بعيش أشرفية. قدي مبسوطة وفرحانة إنه كل هالجمهور الواسع أجا تيحضرك أنت. مبسوطة كتير أكيد بوجودنا كلنا، وهذا الشيء بدل إنه نحن شعب متفائل وما بيوقف لحظة عن حبه للحياة لو قد ما مرقنا بظروف صعبة. هون بدي حيي معالي وزير السياحة ميشيل فرعون والفعاليات أكيد أشرفية والصيفة والرمال كمان. شكراً لكم نانسي. نحن أول شيء بدنا نبارك لك كمان بالWorld Music Award لأنك ربحتيها لثالث مرة، فمبروك كبيرة 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 من كل جمهورك لألك. قدي هيدا الشيء بيشجعك أكتر إنك تتباري على مستويات عالمية مع أكبر الأسماء العالمية، وإنك تثبتي إنه لبنان والعرب خاصة موجودين بكل أنحاء العالم على هالمستويات؟ أكيد كنت كتير فرحانة بوجودي بالWorld Music Award، وإنه كمان أنا فنانة لبنانية وعم نرفع اسم بلدنا بالعالي برا. مبروك لك. ميرسي كمان لكل الفانز اللي موجودين هون. بعرف إنه طب نانسي كيفك بهالشو؟ ولا ما في إلا البطيخ ببورد أنا شايف. ما في غير البطيخ ببورد. نانسي بدي أسألك بعد سؤال، خطوتك المستقبلية شو هي المفاجأة اللي محضرتيها للفانز؟ شو في شيء جديد أنت محضرتي لنا إياه ناطرينه من نانسي عجرم؟ على طول عندي أعمال جديدة، عندي أغنيات جديدة، عندي كليبات جديدة، حفلات بكل المناطق العربية ومش العربية. عطول في مفاجآت عادة، يعني اسمها مفاجأة فما بينحكى عنها كتير، بس لازم يضلوا متابعيننا لحد نحن راضين بالقليل. وهلأ السؤال الأخير والأهم والأساسي، مع مين أنت بالفوتبول؟ الحمد لله اليوم البرازيل ربحت، مبروك للبرازيلية. عن جد عيشونا على أعصابنا الماتش اليوم. طلعت أنا الوحيدة الألمانية، خليني أنسحب أرجع أعطي الياس. اليوم ما كانت ألمانيا عم تلعب، يعني تشيلي والبرازيل عن جد عشنا على أعصابنا قبل ما أجي على الحفلة. شكرا لك نانسي. برازيل؟ شكرا لك، نتمنى لك كل الخير ونحن ناطرينك بعد مكفية سهرة مع نانسي عجرم عيش الأشرفية. بس بدي أقول مرسي للقلب سي إنها عم تنقل كمان هالحفل مباشرة، ومرسي بدي حيي فرقة الموسيقية بقيادة الأستاذ باسم رزق كمان. أكيد منشكرون. شكرا لك نانسي، منكفي نحن معكم. أكيد.
رح تروي كثير.